لم تنسى جماهير الأهلي على مر التاريخ أبناءها المخلصين الذين نالوا شرف ارتداء الفانيلة الحمراء وأخلصوا للكيان العظيم وبذلوا كل ما هو غال ونفيس من أجل إعلاء اسم ومكانة الأهلي. حسين شكري اللاعب الجوكر الذي كان يتمكن من شغل أكثر من مركز داخل المستطيل الأخضر، فيلعب طارة في مركز الظهير الأيمن وطارة في الأيسر وطارة أخرى كلاعب ارتكاز أو كجناح أيمن. انضم شكري للأهلي موسم 98-99 وقضى 3 مواسم من أفضل فترات حياته في الملاعب، حقق خلالها 3 بطولات هي الدوري والكأس ودوري الأبطال الذي شارك في أدواره التمهيدية. كان حسين شكري قريبا للانضمام للأهلي وهو في سن 16 عندما كان لاعبا في ناشئي فريق الترسانة وتلقى عرضا رسميا من الأهلي، لكنه قوبل بالرفض من النجم مصطفى رياض رئيس قطاع الناشئين وقتها، والذي أكد أنه باق في صفوف فريقه. لم ييأس شكري في اللعب للأهلي حيث تلقى عرضا آخر وهو في سن 27 ليقضي أجمل سنوات عمره داخل جدران القلعة الحمراء، تحلى فيها بمبادئ الأهلي ولم يفتعل أي أزمات. رحل حسين شكري عن الأهلي صباح يوم مباراة الأهلي والريال حيث كان آخر تدريب له مع النادي هذا اليوم. مهاجم حناد الأهلي يا سلام، أدي خالد بيكو جات في موقف حلو، الفريق راح وراح الصريصة حلوة، رجع ورا الراجل، هوب هوبا جول جول صنداي، يعطي الإذن للقدم اليسرى لتصل إلى الوقت 12 شقلبة في الأول. عاد للترسانة واعتزل في صفوفه وبدأت رحلته في عالم التدريب ما بين فرق الناشئين والفريق الأول للترسانة وفي قطاع ناشئي الأهلي.